يا اهلا بحضراتكم مره اخرى. عايز اقول لكم حاجه، كده كده في وسط الانتقادات والهجوم واللي مش عارف ايه، زي ما قلت لكم كده في الاول خالص، في دايما ازمات احنا بنخلقها او بنبداها عشان توترنا كلنا، بس في ناس برضو بتشتغل، في ناس هاديه، في ناس ذكيه، في ناس بتشتغل في صمت وهدوء عشان تطور الدنيا. زي ما قلت لكم قبل الفاصل، احنا الكره النسائيه عندنا بصراحه شديده كانت متاخره جدا، ان لم تكن يعني بصراحه اكتر ما كانتش موجوده. بس الفترات الأخيرة اللي متابع كويس الكرة النسائية يعرف إن إحنا خدنا فيها خطوات قوية جدا، والأهم من ده كله خطوات سريعة جدا، عشان برضو الخطوات دي مش المفروض تبقى بطيئة، عشان إحنا أوريدي كنا متأخرين، فلازم تبقى سريعة، عشان تبقى سريعة عشان تبقى قوية جدا كان لازم يكون في حد بيشتغل على المنظومة دي بشكل جيد جدا وبروح كده وبحماس وبأداء جيد. عشان كده يشرفني وينورني في هذه الفقرة ان يكون معايا الدكتورة دينا رفاعي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم والمشرف على ملف الكرة النسائية. يا فندم مشرفة ومنورة، سعيد جدا بتواجدك معايا. شكرا لك يا كريم، انا اسعد بوجودي معاك ومع جمهورك العظيم. اخبارك ايه؟ كله تمام؟ الحمد لله رب العالمين. الامور كويسة. احلى حاجة النهاردة ان احنا هنتكلم عن الكرة النسائية، انه سبحان الله يعني هادية، مفيش مشاكل، مفيش ازمات، وان كان طبعا انت عماله، انا عارف من الكواليس عماله تخش في امور وبتسافري كتير وبتتحركي كتير عشان تحلي كثير من الامور اللي كنا متاخرين فيها. السؤال العام الاول، احنا الكره النسائيه بتاعتنا فين دلوقتي؟ خلينا الاول ابدا كلامي معاك، اقول طبعا لكل جمهورنا ومصرنا العظيمه كل سنه وحضراتكم طيبين بمناسبه السنه الهجريه الجديده. اتمنى ان شاء الله باذن الله تبقى سنه مليئه بالنجاح والعمل والتفوق فيه باذن الله. ان شاء الله يا رب. ان شاء الله. طبعا كره القدم النسائيه في مصر ملف كبير ومهم جدا، وفي متداخلات كتيره قوي، ولكن خلينا اقول لك الاول ان احنا دولتنا المصريه ومؤسساتها متعودين ان احنا نشتغل علشان نحقق النهوض بيها. ورؤيه مصر 2030 تحت رعايه السيد الرئيس، فخامه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتقول ان احنا لازم نسعى ونشتغل كلنا. واحنا كاتحاد كوره هو مؤسسه رياضيه لا تنفصل عن اي مؤسسه من مؤسسات الدوله المصريه، فبنسعى في هذا الطريق فعلا وهو النهوض بكره القدم المصريه. ما يقدرش نغفل ان رؤيه 2030 خلاص هي دي الرؤيه الجديده وهي دي مصر الجديده، وكلنا شغالين على ده. مظبوط. ونطور كل طبعًا حاجه بقى، كل حاجه نشتغل عليها ونطورها فيها. صح. يمكن انا كعضو مجلس اداره الاتحاد المصري لكره القدم بتشرف ان انا مع مجلس اداره محترم، استلمنا في 5 يناير المجلس، كل منا بيكن الاحترام للاخر، مجلس على درجه عاليه من التفاهم وعنده رؤيه مستقبليه وبيسعى دايما لخدمه الكره المصريه. كره القدم النسائيه كملف انا مسؤوله عنه. صحيح. هقدر اقول لحضرتك ان احنا بدايه من اول ما دخلنا واحنا دايما كل واحد ليه ملف، انا ملف في كره القدم النسائيه اشتغلت عليه من جميع الاتجاهات. لقيت الدعم من زملائي، ودي حاجه خلتني ازود دافع عندي اكتر، وخصوصا ان احنا عندنا مسابقات محليه، عندنا مسابقات قسم اول، قسم ثاني، قسم ثالث، وده لاول مره في تاريخ كره القدم النسائيه. القسم الاول ساعدنا، الدوري الممتاز ساعدنا ان احنا نخلص المسابقه على خير، وكان نهائي الدوري القسم الاول ونهائي الكاس كمان عملنا ليه، وسلمنا درع الدوري ودرع الكاس في ملعب الترسانه. وكان المباراه دي كانت مباشر، وده كان حاجه برضو حدث الحمد لله تم ساعتها. حدث طبعا حدث. أيوة الاهتمام يعني بكره القدم النسائيه دلوقتي بقى ببذل مجهود كبير جدا في علشان يحصل، في خلاف ان العالم حوالينا كله في انطلاقه كبيره جدا في كره القدم النسائيه. حضرتك لو تابعت يورو اوروبا الاسبوع اللي فات كان حاجه مفخره، يعني تسجيل اكبر عدد جماهيري حضور، 87,000 مشجع ومشجعه في الملعب، حاجة بتدعو تقول إن الكرة النسائية رايحة في حتة تانية جدا، وإن الكرة النسائية مستقبلها كبير. فإحنا ليه ما نبقاش كده؟ محتاجين كتير عشان نوصل لده أكيد، بس إحنا مش بعيد قوي. طيب الكتير ده بقى أكيد في خطة، وأنا زي ما قلت أنا عارف في الكواليس أنت ست بتتحركي في كل الاتجاهات، كل يوم بتسافري، كل يوم بتزوري أندية ومحافظات عشان حقيقي يبقى في تطوير في كل مكان في مصر كره القدم النسائيه. اكيد انت حاطه خطه واكيد بتشتغلي عليها، بس ممكن نعرف ملامح الخطه دي. خطتي اول حاجه فيها ان انا لما السيد الرئيس يقول فين منتخب الكره النسائيه،
ده من اول الدوافع اللي عندي، احنا فين كمنتخب كره نسائيه؟ صح. فده ساعد لي ان احنا بقى عندنا دلوقتي منتخب كره قدم نسائيه اول، ومنتخب كره نسائيه تحت 20 سنه، ومنتخب تحت 17 سنه. من اول ما دخلنا المجلس ده اول حاجه ملامح خطتي ان انا لازم اكون اسم مصر في التصنيف العالمي. ما ينفعش مصر ومنتخب كره قدم نسائيه ما بقاش موجود. مصر اسم عظيم وبلد كبيره وعظيمه تستحق ان هي تكون في افضل مكان. ساعدت ان احنا نحسن التصنيف بتاعنا من خلال البطوله الوديه. شاركنا في البطوله الوديه كانت في الاردن، كانت بين مصر والاردن والهند. بصراحه استفدنا جدا في البطوله دي. كان في لعبنا مع الهند وهي مصنفه عالميا، تصنيفها متقدم جدا جدا. وتعادلنا مع، خسرنا منها 1-0، وتعادلنا مع منتخب الاردن الشقيق. كان بالنسبه لنا حاجه متميزه ان احنا نبقى متواجدين. الاردن على فكره الاولى عربيا، فكان حاجه بالنسبه لنا مميزه. كان شفت وانا في الاردن برضو عملنا بروتوكول تعاون بين الاتحاد الاردني لكره القدم والاتحاد المصري لكره القدم في ملف الكره النسائيه. لقيت اهتمام ورعايه، ممكن حتى نستعين بالصور، انا هنعرض الصور حالا دلوقتي. لقيت اهتمام ورعايه من الامير علي بن الحسين رئيس الاتحاد الاردني لكره القدم، واهتمام كبير جدا ان احنا بروتوكول يتم على اعلى مستوى، تبادل خبرات وتبادل معسكرات يساعد على تنميه الكره النسائيه في مصر، وازاي ان احنا نستفيد من الخبرات اللي حوالينا وخصوصا المملكه العربيه، من المملكه الاردنيه الهاشميه الاردنيه. الحمد لله يعني من خلال مباراه مصر والاردن اتشاف من عندنا بنت لاعبه شروق السيد، واتخذت في دوري ده في البروتوكول التعاون بين الاتحاد المصري لكره القدم والاردن، الاتحاد الاردني لكره القدم، بوجود استاذ سمر نصار وطبعا ستيفن النبر عضو مجلس اداره الاتحاد الاردني، وتبادل الدروع هنا قد ايه كانوا ناس مرحبين جدا او فرحانين جدا بالتعاون ده، فرحانين بمستوى منتخب مصر. احنا شغالين بمنتخب مصر المعسكرات من اول ما دخلنا مجلس الاداره، ما توقفناش يوم، معسكرات مفتوحه ومعسكرات مغلقه. عندنا حلم وهدف ان احنا نزود ونحسن تصنيفنا ونبقى موجودين في وسط الكبار، لان ده مكان مصر دايما وسط الكبار. وان شاء الله باذن الله من ضمن في بنود الاتفاقيه دي تبادل خبرات، ان احنا نثقل مدرباتنا بدورات الاساسيه والبي والسي بعد والسي والبي والبروفيشنال كمان بعد كده. لازم نشتغل على ده. منتخبنا كمان عندنا عناصر نسائيه زودناها في منتخبنا، بقى عندنا مروه الحواط في المنتخب الاول، عندنا كابتن اسراء اسامه في المنتخب تحت 20. استغلينا الخبرات اللي عندنا والمهارات والبنات اللي عندنا والعنصر النسائي اللي فعلا يقدر يطور المنظومه معانا. منتخب تحت 17 يمكن شاركنا في تصفيات أمم أفريقيا المؤهلة لكأس العالم، ولكن كان من سوء حظنا إن احنا وقعنا مع نيجيريا. ونيجيريا خلينا أقول لك إن هم عندهم استقرار في كرة القدم النسائي بقى لهم 25 سنة، فطبعا ده ما خدمناش خالص، فما حققناش وما عرفناش إن احنا حققنا نتيجة معاهم. بحس أنا مش عايز أقطعك خالص عشان تسترسلي، بس بحس برضو إن في قوة بدنية مختلفة تماما. دي حقيقة، ما كانش في تكافؤ خالص بين الصفات أو المواصفات البدنية والجسمية ليهم. وعندنا بنات تحت 17 سنة. صحيح. ولكن نشتغل احنا بقى على تنمية المهارات البدنية والقدرات بقى الحرفية في الأداء وفي المهارات علشان نقدر نوازي المستوى ده. لكن ما كانش ينفع ما نشاركش. يعني فكره ان انا ما شاركش عشان خاطر هم اقوى مننا، لا، انا لازم اشارك ولازم احتك عشان ابني عندي منتخب قوي، منتخب عنده قدره كبيره على الاداء وعلى الاحتكاك. منتخبنا تحت 17 فيه بنات كويسين جدا ومميزات جدا، وهم مستقبل الكره النسائيه. بصراحه لو ما دخلناش الاحتكاكات دي يبقى احنا مش هنتطور. ما هو برضو في ناس يقول لك ايه، لا ما هو هيجي يقول لك احنا ما عندناش منظومه ناجحه في كره القدم النسائيه، لا طب ما بلاش نشارك احسن عشان ما يقولوش ان انا ما عملتش حاجه وما اشتغلتش. لا، التحدي وان انا ابقى واثقه وان انا ابقى عارفه انا بعمل ايه عشان بعد كده فعليا الاحتكاكات دي تخلي عندنا منتخب قوي، عشان نعرف كمان مش هقول العيوب بس الناقص اللي عندنا، نعرف احنا واقفين فين. صح. يعني هو لو عرفت انت واقف فين هتقدر تحدد انت عايز ايه، فلازم تشتغل على ده. مش معنى ان احنا بعيد شويه ان احنا نبقى ناخد جنب، لا، مصر كبيره وعظيمه، لازم نشتغل ولازم نشتغل من اول يوم في جميع الاتجاهات عشان نحقق اللي احنا عايزينه ونوصل بمنتخبنا للمستوى اللي يليق باسم مصر. فطبيعي جدا ان احنا نبقى متواجدين وان احنا نحتك. وانا شايفه ان اللي جاي افضل ان شاء الله باذن الله. طيب اكيد في
صعوبات وتحديات في وسط كل ده، يعني اكيد مش الامور كلها وردي وجميله ولطيفه، اكيد انت وانت ماشيه كده في شويه اشواك بتعدي عليها، في شويه صعوبات وتحديات المفروض تتعاملي معاها انت والمنظومه اللي بتشتغل معاكي عشان تقدروا فعلا تطوروا كره القدم النسائيه. هقول لحضرتك حاجه، اول مشكله او صعوبه بقابلها فعليا حقيقي يعني هي مجهده بالنسبه لي في كرة القدم النسائية، هي عدم تفاعل الأندية الشعبية مع كرة القدم النسائية. صح. ومن خلال وجودي مع حضرتك أنا يعني بدعو كل الأندية الشعبية إن هي يكون عندها فريق كرة القدم النسائية تديهم فرصة، إحنا عندنا بنات متميزات محتاجين الفرصة إن هم يظهروا وإن يبان مهاراتهم ويبان شغلهم في الملعب. أكيد البنت زي الولد يعني ما فيش فرق بينها وبينه في خصوصا في الرياضة. وخصوصا كمان ان احنا عندنا بنات متميزات فنديهم الفرصه دي. عارفه يا دكتوره وانا كنت بقدم الفقره دي قلت انه زمان ثقافتنا، خلينا واقعيين يعني، ثقافتنا كمصريين يقول لك انه البنت ممكن تلعب سباحه، ممكن تلعب جمباز، ممكن تلعب كاراتيه، في لعب كده البنات كانت بتتجه لها. صح. دايما يقولوا كره القدم دي بتاعت الولاد بتاعت الرجاله. صحيح. بس انت دلوقتي هتلاقي في كل اسره، كل اسره تقريبا نفسه يطلع بنته لعيبه كوره، لا وهو اولياء الامور قبل البنات نفسهم يبقوا عايزين بناتهم يبقوا لعيبه كوره. فدلوقتي حتى الثقافه تغيرت، وبالتالي المفروض ثقافه الانديه او افكار الانديه تتغير مع هذا التغير في ثقافه المجتمع. هقول لحضرتك حاجه، انا يعني في حاجه يعني لمستها وانا بلف في الفتره اللي فاتت على الانديه في المحافظات، ان انا لما رحت بني سويف وانديه الصعيد لقيت في اقبال منهم على ممارسه كره القدم النسائيه وان هم عايزين يبقى عندهم كره قدم نسائيه من اكاديميات من انديه بترعى اللعبه، ويعملوا ايه عشان يبداوا مثلا ممكن يبقى مثلا فريق قدم رجال وعندهم بنتين ثلاثه بيلعبوا معاهم بيمارسوا اللعبه فبيظهروا فيها فحبوا ان هم يعملوا كده. فعجبني ده جدا، فانا مش هفقد الامل. ممتاز. وطبعا دايما بندعم كره القدم النسائيه في جميع محافظات مصر. في الشرقيه عندنا الولاد نفسهم بيلعبوا كره قدم، الاقي في وسطهم بنت عندها المهاره وعندها الحرفيه في اللعب. فبنبقى سبورت ليها ان هي تبقى موجوده. هو فعلا في ولاد حضرتك دي ده في سفريتنا مع منتخب تحت 17 لما كنا رايحين نيجيريا. فبقول لحضرتك ان احنا محتاجين ان احنا ندعم ده، وده دور الاعلام برضو. طبعًا. يعني دوركم معانا. طيب انا عشان دور الاعلام بقى، انا محتاج، انا كريم، انا عايز دايما بسال السؤال ده على فكره، حتى لما بستضيف لاعبات من كره القدم النسائيه بسالهم نفس السؤال، هو ليه الانديه الشعبيه مش مهتمه بكره القدم النسائيه؟ يعني الانديه الشعبيه الكبيره تحديدا هتلاقيهم عندهم كل الالعاب ورجال ونساء وكل شيء، اشمعنى الانديه الشعبيه او ليه تحفظ الانديه الشعبيه انه يبقى عندهم فريق كره قدم نسائي؟ اول الصور دي ممكن تعلن عليها. هقول لحضرتك هنا ده في النادي الاهلي بصراحه كانوا عملوا اكاديميه كره قدم نسائيه. ومن هنا بقدم لهم التحيه بصراحه في النادي الاهلي، لان دلوقتي هم هيشاركوا بفريق تحت 17 سنه للناشئات، ودي خطوه ايجابيه جدا. واتمنى ان كل الانديه الشعبيه يبقى عندهم فريق كره قدم نسائيه زي مثلا الزمالك، الاتحاد، المحله، الاسماعيلي، والانديه دي كلها اكيد هتفرق معانا جدا وجودهم في الدوري. هيدي تسويق اعلى للدوري بتاعنا. صحيح. هيدي قوه للدوري عندنا. واحنا محتاجين ده فعلا. صحيح. البنات محتاجين ده يتشافوا من خلال ده. لان احنا عندنا مواهب مع الكابتن شطه، الكابتن شطه وكابتن اميره. هم كانوا اصحاب الدعوه، هم هناك في الاهلي عاملين اكاديميه كبيره جدا. وقد ايه كان في عدد كبير من البنات عليها اقبال، يعني انا مش عايزه اقول لحضرتك ان الموضوع ما فيهوش اقبال، بالعكس في اقبال كبير جدا، في عدد كبير جدا من البنات بيشاركوا، اعمار سنيه مختلفه. فالموضوع يا فندم انا بقول لك الكلام ده من الدايره الصغيره اللي في حياتي، مش بقول لك على المستوى السوشيال ميديا. انا كل اسر حواليا يقول لي انا عايز اخلي، حتى الناس بتسالني تعرف نادي بنتي تروح تلعب فيه كره قدم، دي طبعا ما كنتش بسمعها زمان. كان اي لعبه تانية، لكن دلوقتي كله عايز يلعب كره. ده في اجتماع مجلس اداره طبعا، واضح طبعا اجتماع مجلس اداره. انا بس حابه اشكر طبعا اعضاء مجلس الاداره ورئيس المجلس معانا، لان هم ليهم دور كبير جدا في دعمي ان انا احقق الانجازات دي. فكره الوان مان شو ما بتنجحش خالص، الفتره اللي احنا فيها محتاجين التضافر كل الجهود وكلنا ندعم بعض عشان ننجح. باخد رأي طبعا كابتن حازم إمام وكابتن بركات في المنتخبات عندنا، لأن طبعا عندهم ده من ضمن مهامهم، وهم عندهم طبعا الناحية الفنية أساسية بالنسبة لهم. هي. وبيفيدوني كتير جدا، هم داعمين دايما ليا. وبقى أعضاء المجلس جميعا يعني ليهم كل الشكر والتقدير رئيس المجلس. فكرة وإن هم كمان مقتنعين بفكرة الكرة النسائية وإن هي لازم تاخد حقها. صح.
استاذ جمال طبعا لقيته برضو مقتنع جدا بكره القدم النسائيه، ودلوقتي احنا موجودين كمان بنتواصل مع اتحاد شمال افريقيا، وموجوده في اللجنه المنظمه لبطوله الجايه بتاعه شمال افريقيا للكره النسائيه. ممتاز. ملف نفسه ازاي يتطور وازاي نساعد بعض عشان نطور الملف ده. فبشكر حضرتك طبعا على ده. هايل. هاي الاجابه على سؤالي بقى اللي هو ليه من وجهه نظرك الانديه الشعبيه مش بتاخد خطوات؟ طبعا في بعض الانديه، يعني انا عارف الاسماعيلي بقى عنده فريق كره قدم نسائي، بقى عنده اكاديميه، بدا باكاديميه، يعني بياخدوا خطوات يعني. والاهلي بياخدوا خطوات، وده انا مبسوطه بيه على فكره. انا دايما الحمد لله يعني بدعم كل الانديه، يعني الاسماعيلي مثلا هي عضو مجلس الاداره هناك، انت القاضي بتواصل معاها وازاي تبدا الفكره، والحمد لله تمت هناك. انديه زي كمان العاب دمنهور، عايزه اقول لحضرتك يعني نادي يمكن مش مشهور قوي في القاهره يعني، ولكن دلوقتي بداوا برضو فكره الاكاديميه اللي هي بتاعه النادي تشتغل على ده. ان انا الحمد لله ما بحاولتش ان انا اقصر في ان انا اوصل خبرتي ومعلومه اللي عندي، ان ازاي الانديه في مصر كلها تبقى عندها نشاط كره القدم النسائيه، لان ده هيفرق كتير. وقد ايه ان الثقافه دي بقت موجوده، ان البنت تلعب كوره وعندها مهاره بقت موجوده بالشكل ده. محتاجين ندعم بعض، محتاجين السبورت، محتاجين ان احنا نقول ان احنا عندنا بنت بتلعب كره قدم. طيب امتى بقى السؤال ده؟ انا عارف في نقطه كبيره يعني، بس امتى ابقى طالع على الهواء النهارده وبقول منتخبنا للكره النسائيه يفوز ببطوله افريقيا، يصعد لكاس العالم؟ امتى او انت حاطه في دماغك انه انا هوصل بالمرحله دي بعد خطه لمده قد ايه؟ هقول زي ما قلت لحضرتك في البدايه، احنا عندنا رؤيه 2030. احنا بنشتغل من النهارده لحد اليوم ده. حققنا ايه لحد ده؟ احنا طول ما احنا موجودين احنا بنشتغل في جميع الاتجاهات عشان نعلي من تصنيفنا، علشان نبقى موجودين، عشان نشارك في البطولات، نوصل للنهائيات، ونوصل لده كله فين توفيق ربنا ان شاء الله مع رؤيه الدوله. واكيد احنا في ظهر الدوله ان احنا نحقق ده، وان احنا نشوف منتخب كره قدم نسائيه بيمثل مصر بالشكل اللي باسم مصر. طيب انا دايما اسمع في مصر عن فريق واحد تقريبا بيكسب كل البطولات، هو فريق وادي دجله. مين كسب الدوري؟ وادي دجله. مين كسب الكاس؟ وادي دجله. مين كسب بيلعب في افريقيا؟ وادي دجله. طول الوقت بسمع فريق واحد. هل احنا في المرحله دي واصلين ان احنا بطوله الفريق الاوحد، ولا في فرق تانية ممكن نقول ان هي بوتنشال او واعده انها تحقق بطولات الفتره اللي جايه؟ ما هو دي حقيقه ان احنا عندنا وادي دجله هو فعلا مكتسح ومركز جدا على البطولات بتاعته كلها، هو اللي بياخدها، لان هو بيشتغل بفكر انه اكاديمي شويه، وفي نفس الوقت ان هو الكره عنده، كره القدم النسائيه عنده بقى لها سنين، فهو محدد لها ميزانيه، محدد لها كل حاجه، فهو وبيطور فيها دايما، فهو شغال عليها فعليا. بالعكس انا اتمنى ان يبقى في انديه مختلفه، وده اللي هيفرق جامد، ان يبقى في انديه بتصعد وتبقى موجوده في الدوري، ولو الانديه الشعبيه بقت موجوده في الدوري هتزود من التسويق بتاعه، وهيتشاف المباريات بعد كده وتتبث تلفزيونيا، وده بس عليه طبعا، واتمنى ان يبقى موجود. هو احنا الدوري دلوقتي بتاعنا كام فريق المفروض؟ 11 فريق. الدوري ممتاز. 11 فريق. هل في خطه انه الدوري الجديد هيبدا امتى ان شاء الله؟ ان شاء الله في اكتوبر. احنا توقفنا كتير بسبب كورونا وخلافه، قعدنا فتره كتيره الدوري الكره النسائيه متوقف، مظبوط؟ مش قوي. بس الامور ماشيه. 11 فريق دلوقتي، وعندك قسم تاني وقسم تالت طبعا. هل هيبقى في بث تلفزيوني مباريات الكره النسائيه الفتره الجايه؟ هل في خطه؟ هل انت بتشتغلي على القصه ديت ان الناس تشوف؟ انا عايز، او انا متصور ان مهم الناس تتفرج وتشجع وتساند عشان تحب اللعبه اكتر. اتمنى ان يبقى في بث تلفزيوني للمباريات الدوري كلها، علشان فعلا من حق البنات ان هي تتشاف. وانا شايفه برضو ان وجود انديه شعبيه في الدوري هيعلي من ده. أيوة. وهيدي فكره فرصه كبيره ان المباريات تتبث وتتشاف. اصل هو مثلا جماهير الكوره لو شافوا مباراه بين اهلي وزمالك، اهلي واسماعيلي، اهلي ومصري، ولو مش في كره القدم النسائيه، لو في اشبال، لو اللعيبه عندها 8 سنين هيبقى بيتفرجوا عليها وبيحبوا المنافسه، ومين فرقتهم اللي تكسب. زي حضرتك بتقول انه هتزيد كمان من شعبيه اللعبه. بالظبط كده، هتزيد من شعبيه اللعبه. على فكره وادي دجله زي ما هو عنده فريق مميز في كره القدم، هو عنده جمهور مميز للفريق ده. صح. فاهمني ازاي؟ أيوة. فهو عشان الناس ما تستغربش ان هو صحيح النادي مش جماهيري، بس اعضاء النادي كلها بتشجع. بالظبط، بتشجع اللعبه دي. يعني ما تشوف ماتش لدجله تلاقي ليه وراه جمهور كبير، جمهور وادي دجله بيدعم فريقه. فنتمنى ان هو يعني عندنا دجله وعندنا الطيران برضه. طب هل حضرتك تواصلت بقى مع رؤساء الانديه او مجالس ادارات الانديه وقلت لهم انتوا ازاي هتمشوا الطريق؟ نتحرك معاكم، احنا نساعدكم كاتحاد كوره، ناخد خطوات. هل شفت استجابه
من بعض الانديه، ومفيش مانع ان احنا حتى نقول الانديه اللي استجابت او واخده خطوات بحيث ان احنا نشجع باقي الانديه. ما احنا قلنا الانديه اللي استجابت الاهلي تحت هيشاركوا في فريق تحت 17، الاسماعيلي باكاديميه بتاعته، بنحاول مع انديه تانية زي الاتحاد، زي الحاج محمد، الاتحاد الحاج محمد مصلحي طبعاً. طبعا داعم جدا للكره النسائيه، بنحاول مع انديه كتير يعني. ان شاء الله باذن الله اشوف الدوري الجاي مختلف، وانا شايفه ان كل موسم بيبقى احسن من الموسم، يعني الموسم ده لو في اخفاقات الموسم الجاي بقى احسن. أيوة. احنا ماشيين بفكره ان احنا خطواتنا تصاعديه، مش شرط ان انا انجح بنجاح الصاروخ وفي الاخر ما بقاش فيه، لا انا بنجح بفكره ان خط ستيب باي ستيب، ولكن ما ارجعش. ايوه انا باخد خطوه لقدام ما برجعش فيها. بحاول ان انا انشر اللعب على قد ما اقدر في مصر كلها، تبقى بمتناول الجميع، يبقى عندنا قطاع كبير من الناشئات بيمارس اللعبه، وده مهم جدا لان احنا فعلا مستقبلنا في الناشئات. عندنا بنات مميزات جدا جدا، هنشوف منهم حاجه كويسه ان شاء الله. طيب. محترفات بقى، اللاعبات اللي ممكن تخرج بره، انا دايما اسمع ان في لاعبات مصريات موجوده في اوروبا، مش كتير طبعا، بس اسمع اسم او اسمين، اسمع ان في لعيبه من وادي دجله رايحين يلعبوا في اوروبا او بيختبروا في اوروبا. هل المتوقع في المستقبل ان يبقى لاعبينا او لاعباتنا المصريات موجودين في اوروبا بشكل اكبر؟ انا عايزه اقول لحضرتك ان احنا فعلا عندنا محترفات بيلعبوا بره مصر كتير. تذكر منهم يعني سارة عصام يعني اللي على دماغي دلوقتي. لا، وفي كمان عندنا منى طارق. هيل. عندنا شروق السيد دلوقتي بتلعب هتلعب في رومانيا. ممتاز. عندنا كمان سارة اسماعيل بتلعب في اسبانيا. عندنا كمان عندنا اسماء كتير. عندنا عندنا اسماء كتير، وسامية ادم بتلعب في تركيا في جلاتا سراي. فلا احنا عندنا عدد كبير، وطبعا احنا لما بنيجي نلعب مباريات في منتخبنا بنستدعيهم عشان يبقوا موجودين مع المنتخب. ممتاز. ان فكره ان انت عندك محترف بيلعب في منتخبه ده بيعلي الحماسه وبيدي طاقه ايجابيه ليه، وبيخليه يحس ان هو برده بيلعب مع منتخب بلده حاجه متميزه، واحنا نستفيد من خبرات وثقافات تانية زي لعبهم في تركيا او لعبهم في اوروبا، ده كله بيفيد عندنا في المنتخب بتاعنا. فموجودين ودايما على تواصل بيهم. اي مشكله عندهم بحاول ان اسعى ان احلها لهم. عندنا نادين غازي كمان كان من ضمن البنات اللي كان عندها اصابه وعملت عمليه، بعد كده تواصلت معاها وطمنت عليها وكنت شفتها قريب. دايما بحاول ادعمهم لان هم دول ثروتنا، فلازم نحافظ عليهم ويحسوا بالدعم. ما كانوش يحسوا بالدعم من جوه بلدهم. صح. اولا. صح. ومن مسؤول عن اللعبه بتاعتهم في مصر. فهو لازم. ايه بقى موضوع منتخب الصالات؟ يعني احنا دلوقتي بنتكلم على منتخب كبير، منتخب ال 11 لاعب، في كمان منتخب صالات للكره النسائيه. ده حقيقي. فكره ان احنا لما جينا لقينا ان في منتخبات صالات في جميع الدول العربيه موجود دلوقتي منتخب صالات للنسائيه، مصر ما عندهاش منتخب صالات ليه نسائي، في غضون ان احنا عندنا بنات عندهم القدره على ده. فقررنا من خلال مجلس الاداره ان احنا نشكل منتخب الصالات، وطبعا هم عندهم بطوله عربيه ان شاء الله جايه، وانا شايفه ان ليهم مستقبل محترم باذن الله يعني. طيب. لما بنيجي نتكلم على منتخب مصر الاول لكره القدم الرجال، بنقول مثلا منتخب مصر الاول لكره القدم رجال اهم ما يميزه في القاره الافريقيه الذكاء التكتيكي عند اللاعب المصري. لما نيجي بقى عند البنت، المنتخب المصري للكره النسائيه، ايه اللي ممكن يميزه عن باقي المنتخبات؟ ايه اللي يميز اللعيبه المصريه عن باقي اللاعبات؟ قوه بدنيه، ذكاء، امور بدنيه ونفسيه، مهارات، ايه اللي ممكن تقولي ان احنا ده اللي بيميز؟ احنا عندنا كتير قوي. اولا المنتخب الاول مثلا لو هتتكلم عنه، احنا عندنا في سن كبير شويه اللي هو عندهم الخبرات والاحتكاك الدولي اللي قبل كده كتير، وعندنا سن صغير شويه بياخد في اللي عنده مهاراته بيحتك من خلال ده وبيبادل الخبرات معاه. طبعا عندنا ذكاء تكتيكي اكيد للبنات، وده ظهر طبعا من خلال مستوى منتخب مصر في بطوله الاردن الوديه زي ما قلت لحضرتك. كان في مستوى مختلف، مستوى متميز في لعب كوره فعلا. لا في اكيد احنا عندنا حاجات كويسه، ولازم ان احنا نشجع بناتنا ونكون في ظهرهم. عندنا مستوى كويس، احنا مش بعيد على فكره، احنا اخر حاجه كنا فيها 2016، ومن ساعتها هو توقف النشاط، فعشان كده احنا بعدنا شويه وتاثرنا ان احنا مستوياتنا ما بقتش موجوده، ما بقناش موجودين في التصنيف، ولكن احنا راجعين وان شاء الله بقوه، وهتلاقينا موجودين بالشكل اللي لينا باذن الله. هقول لك حاجه لها علاقه بالاحلام يعني، او بحاجه مش عارف بتيجي في دماغك ولا، في بعض الفرق الاوروبيه اللي مش كبيره، مش شرط انديه الصف الاول في اوروبا، بتكلم على مستوى الرجال، بقى عندهم مدربات النساء لفرق الرجال.
هل متوقع وانت قايله ان في تطوير كتير او كبير للمدربات المصريات في المستقبل برخص سي وبي والبروفيشنال، هل تتوقع ان ممكن يبقى في مدربه لفريق كره قدم رجال في الدوري المصري؟ انا بقى معلش انا شطحت باحلامي شويه مع ثقافتنا. يعني صعب شويه، صعب مع ثقافتنا صعب شويه، ما بتتغير، ولكن مع رؤيه الدوله المصريه كل حاجه ممكن تحصل. أيه. في سبيل النهوض ما ينفعش تكون دولتك ماشيه في اتجاه وانت مش مواكب لهذا الاتجاه. الدوله بتجري بكل ما تمتلك من قوه عشان تنهض بالدوله كلها، ما ينفعش انت تاخد جنب وتقول مش شايف. صحيح. كلنا بنسعى لده وكلنا ماشيين على نفس الخطى عشان نحقق طموحنا. صحيح. فانا شايفه ان احنا كلنا نبقى واحد ونبقى حلمنا واحد ونساعد بعض ونساعد نفسنا باللي احنا نحقق ده. دكتوره ديانا رفاعي، اتكلمت معاك كتير فيما يخص اشرافك على كره القدم النسائيه، وعايز اشيد بشيء واكمل معاك الحوار فيه. اتحاد الكره المصري بشكل عام، وانت عضو في اتحاد الكره المصري، تعرض لكثير من الاحداث والانتقادات في الفتره الاخيره، لكن بصراحه بعيد عن كل ده بدا يحصل حاجه مرضيه للجماهير. جهاز فني محترم للمنتخب الاول، جهاز فني محترم للمنتخب الاولمبي، مشرف على لجنه التحكيم او رئيس لجنه حكام جديد اجنبي واسم كبير زي كلاتنبرج. واضح جدا ان انتوا قدرتوا كمجموعه تتخطوا بسرعه بعض اللي حصل في الفترات الماضيه، الناس كلها عارفاه ومش حابب اكرره، بس بسرعه اشتغلتوا بشكل جيد. احكي لي ازاي في الكواليس قدرتوا بسرعه تتخطوا الامور دي كلها لصالح الكره المصريه. زي ما قلت لحضرتك، احنا داخلين عايزين ننجح. صح. وقدامنا استراتيجيه، وقدامنا رؤيه دوله كبيره، دوله مصر، جمهوريه مصر العربيه مش قليله. عندك فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي بيدعم ده وبيقول احنا عايزين نبقى موجودين في ونحقق رؤيه مصر 2030. اكيد ده كله، ده لوحده كفايه ان يخليك تغير من كل الواقع اللي موجود وتحاول تعمل افضل حاجه علشان تحقق النجاح والتطور. عظيم جدا. دي حقيقه. وده كان فعلا هدفنا في المرحله دي في مجلس الاداره كله، وهدفنا المرحله دي ان احنا نوصل لده، والحمد لله ربنا وفقنا لده. انا سعيده جدا باللي بيحصل والتقدم اللي بيحصل ده والتطور اللي بيحصل والتعاقدات الجديده. ان فيتوريا يقعد 4 سنين وده مشروع رائع بالنسبه لي. دي واحده من احسن الخطوات اللي اتخذت في تاريخ الاتحادات المصريه لكره القدم، ان فكره يجي مدرب يقعد عقده يبقى 4 سنين، وفكره ان مشروع، هو فكره مشروع. يعني حضرتك، انا نفسي عامله بمبادره اسمها مشروع كره القدم النسائيه. هو مشروع. ما بقاش فكره انا بنزهق من كلمه التطور. ايه التطور؟ عملته ايه تطوير؟ عملته ايه تطوير؟ خلاص لا، خليه مشروع. مشروع يعني انت بتبدا وفي مراحل بتمر بيها. صح. وعندك حاجات عايز تحققها. صح. عندك اولويات. مزبوط. عندك طموح في الاخر بتوصل له. انا كمان نفسي استفاد كمان، وانا بقعد كتير مع فيتوريا بحيث ان استفاد منه كمان واتعلم. انا بحب اسمع كويس قوي. يعني سواء لاعضاء مجلس الاداره حتى فيتوريا، بحب اسمع قوي واشوف الدنيا فيها ايه وازاي استفاد منه ان اطور كره القدم النسائيه عندي. هايل. ده يعني هايل. بجد يعني. طب هل فعلا اتكلمتي معاه واداكي؟ خد بالك ان هو راجل وحسب معلوماتي يعني، واكيد حضرتك هتاكدي لي ده، انه عايز يقعد مع منتخبات الشباب والفرق. واكيد لما كلمتيه على الكوره النسائيه قال لي كماله اخش ابص واشوف انتوا بتشتغلوا ازاي. الحقيقه هو راجل دي بصراحه ليك دور في الموضوع ده. لا بجد يعني، وانا متفائله بيه جدا. لانه متطلع لكل حاجه. بس اداكي استشارات؟ طبعا. وعلى تواصل دايما ان شاء الله باذن الله في الفتره الجايه، ان احنا ازاي نستفيد. انا ما عنديش مشكله ان الجهاز الفني للمنتخبات النسائيه مصريين، بالعكس حاجه كويسه جدا. بس انا برضو ما عنديش مانع ان انا استفاد من خبرات فيتوريا وثقافه مختلفه زي فيتوريا، واكيد هيفيدنا وهيفيد منتخب مصر. ويا ريت هم نفسهم يا فندم، ده اقتراح لو شوفي طبعا براحتك، بس يتعمل مثلا ترين كورس، يقعد معاهم، يقعد يديهم دورات معينه. دي خبره اللي جاي كبيرة. خير اللي جاي كتير. والله انا مش عايز انا عايز اقول لحضرتك ان انا مثلا بجهز لحمله توعيه كبيره جدا كرة القدم النسائية لتشجيعهم والوقوف جنبهم ازاي. قولي لنا الحاجات الايجابية دي، قولي كل اللي بجهز ده ان شاء الله باذن الله. فمش كل حاجة بجهزها اقدر اقولها مرة واحدة. أيوة. ولكن حابة اقول لك ان اللي جاي خير وانا مش هبطل اشتغل في على انجاح منظومة كرة القدم النسائية في مصر. واكيد مجلس ادارة الاتحاد مش هيبطل ان هو يساندني. هيل. لان نجاحنا نجاح لينا كلنا، نجاح لاسم بلدنا. وده اهم حاجة عندنا. اسم مصر كبير، هو ده اللي يستحق ان احنا نبذل كل المجهود. منتخب مصر يستاهل ان احنا نتعب عشانه، وان احنا نطور ونشتغل ونشوف مشاريع ازاي اللي احنا نحدث بيها ونطور بيها المنظومه. متفائله خير، وان شاء الله اللي جاي خير. وكل خطوه بنعملها في مجلس اداره اتحاد الكوره كلنا بنكمل بعض، وكلنا بنحاول نعمل حاجه كويسه. سنرحل ويبقى الاثر.
ودي يمكن سياستنا ان احنا فعلا عايزين نعمل حاجه محترمه لاسم بلدنا ومش مشكله بعد كده ايه اللي هيكون. يعني تعرف حضرتك قلت لي حاجه عظيمه جدا وخلتني اعرف انت ازاي بتفكري لما قلت لي انا جايه بعمل مشروع، مش جايه اقول ان انا عملت تطوير او انجاز، عشان دايما في ناس كتيره بياخدوا مناصب قياديه يقول لك انا عايز اعمل انجاز قبل ما امشي. تعملي مشروع ان شاء الله تكملي عليه او ما تكمليش عليه فاللي يجي اللي بعدك ويكمل عليه، هو ده هدفنا كلنا، المصلحه العامه بالظبط. يعني انا بقدم بحط التيبس بتاعتي او الخطوات بتاعتي الموجوده وبحط مشروع واللي يجي بعد كده يكمل. المهم يبقى في اساس موجود، يبقى في منتخب مصر موجود، تصنيفه محترم موجود بين التصنيفات، يبقى في منتخب تحت 17 شغال، تحت 20 شغال، منتخب صالات موجود. ده كله هيفرق معانا، مسابقات مستقره في الدوري، قطاع نشئات كبير، عندك عدد كبير من البنات بتمارس كره القدم النسائي، ده كله هيساعد على تطوير. صحيح. ما دام بقينا بنكره كلمه التطوير لكلمه كانها كلمه، لا انا شايفه ان كلمه مشروع هي الانسب للمرحله اللي احنا فيها، لان فعلا احنا في مرحله ان احنا بنضع مشروع بنسعى ان احنا نحقق في خطوات. هي. دكتوره دينا رفاعي حقيقي استمتعت جدا بتواجدك معايا النهارده وتشرفت جدا وانبسطت جدا بفكرك وافكارك، عشان انا كنت متوقع ده او معلوماتي كانت جايبه لي ده، بس كمان شفته على وجه لوجه يعني، وتاكدت دايما او تاكدت ان كره القدم النسائيه ان شاء الله تبقى في امان معاكي باذن الله الفتره ان شاء الله. شكرا جدا لحضرتك وسعيده بوجودي على التلفزيون المصري طبعا، وان شاء الله باذن الله الجايه احسن ومصر تستاهل ان احنا نتعب عشان ان شاء الله. شرفتينا يا فندم. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا.